قول يا محمود، شوفيها كم مرة. مهندس بقى تعتبر مهندس الزرع اللي زنا الدكتور. مرة كم مرة ليش تعرفيش جاوب يا انت وين محمود. عشان قوة الترابط اللي هو المصدر اللي بتستمد منه الذرة قوتها. لوجود قوة ترابط النواة داخل ايه النواة. طيب علي، اقول لي يعني ايه العناصر المشعة الطبيعية؟ يعني ايه العناصر المشعة الطبيعية؟ أساميهم ولا لا يعني يعني تعرفها. عناصر تحتوي النواة ذرتها على عدد من النيتروجينات بيزيد عن العدد اللازم لاستقرارها. احتواء على عدد من النيترونات يزيد عن العدد اللازم لاستقرارها. طيب علل. يعتبر اليورانيوم من العناصر المشعة. طب قول لي يعني ايه ظاهرة الإشعاع الطبيعي؟ يعني ايه ظاهرة الإشعاع؟ ظاهرة الإشعاع اه ظاهرة النشاط الإشعاعي اه ايش الكتاب؟ افتح لي من الكاميرا، العناصر. افتح الكاميرا. ثانية، العناصر يلا العناصر التي تحتوي على اللي بتحتوي نواة ذرتها على عدد من النيترونات يزيد عن عدد اللازم لاستقرارها. تمام. طيب ماذا يحدث إذا كانت نواة الذرة تحتوي على عدد من النيترونات يزيد عن العدد اللازم لاستقرارها؟ يزيد إلا وحدة، لو الذرة عدد من النيترونات يزيد عن العدد اللازم لاستقرارها. هل هتصبح صناعية ولا هتصبح غير مستقرة ويخرج منها إشعاع أي زي إشعاعات زي إشعاع ألفا وبيتا وجاما. ألفا تصبح بيتا نواة وجيم الذرة غير ألفا مستقرة وتميل إلى الإشعاع للوصول إلى حالة الاستقرار، ويخرج منها إشعاع إشعاع بيتا وألفا وجاما. ألفا بيتا جاما. طيب المشعة محمود. بيحتوي عن الو النت بس ايوه عند الداتا كان ضعيف او عندي مش عارف. بيحتوي نواة ذرتها على عدد من اقفل الكتاب، النيتروجينات. اقفل الكتاب. عفوا الله لسه بخش في التليفون. طب جاوب. الو دي هي ماشي والتانية ماسك فيها التليفون ماشي جاوب. عشان نواته بتحتوي على ذرات عدد من الاحتواء نواته على ذرات عدد من النيترونات يزيد عن عدد اللازم لاستقرارها. الاحتواء نفس الجواب اللي ذراته على عدد من النيترونات يزيد عن عدد اللازم لاستقرار.
طيب احنا قلنا في ظاهرة النشاط الإشعاع الصناعي، يعني ايه النشاط الإشعاع الصناعي؟ الصناعي اللي هو بيستخدم في الطب وتوليد الكهرباء واستكشاف الفضاء عايز اعرف تعرفني يعني والزراعة. ايه، يعني ايه يعني ايه ظاهرة النشاط الإشعاع الصناعي؟ تعريفه الإشعاع أو الطاقة النووية المنطلقة أثناء التفاعل النووي اللي بتحصل، يعني بتصير عن المفاعلات النووية أو القنابل الذرية. يعني الاثنين طيب بتستخدم سلميا ويمكن التحكم فيها ولا يمكن التحكم فيها؟ يمكن التحكم فيها زي ايه؟ يمكن فين الكتاب؟ التحكم وريني الكتاب فيها كده، إيه؟ وريني الكتاب. كتاب أهو أهو قفله وعامل التليفون كده ماشي. حتى يعني إيدي ايه كده أهو. يعني ايه نشاط الإشعاع الصناعي؟ النشاط الإشعاعي الصناعي أو الإشعاع الإشعاع أو الصناعي الطاقة المنطلقة. اللي هي بتنتج عن المفاعلات النووية أو القنابل الذرية. طيب احنا قلنا يمكن التحكم فيها زي ايه؟ زي اللي بتجري فين او بتحدث فين؟ هي الأغراض السلمية اه اللي هي زي بتحدث فين؟ الطب وكده. اه اللي هي التي تحدث في القنابل المفاعلات النووية. طب لا يمكن التحكم فيها زي ايه؟ اللي هي الأغراض الحربية بتاعت تستخدم في القنابل الأغراض الذرية الحربية. وكده. اه الأغراض الحربية. طب احنا قلنا الأغراض السلمية، قلنا العلماء بيستخدموا الطاقة المنبعثة دي أو الإشعاعات في كثير من المجالات زي مجال الطب. الطب مجال الطب والصناعة والزراعة والكهرباء والفضاء، استكشاف الكهرباء، الفضاء، الكهرباء بتستخدم في مجال ازاي؟ توليد الكهرباء. توليد الكهرباء ازاي؟ تعلم تستخدم الإشعاع أو الطاقة المنطلقة من الفعاليات النووية في توليد الكهرباء. الكهرباء كانت زي ايه؟ كان حاجة كده بيدخل الطاقة الحرارية المنطلقة من المفاعلات النووية تستخدم في اللي هي تسخين المفاعلات الغليان النووية والماء، كان بيدخل فيها ماء ومش عارف حتى ايه الغليان، وتوليد واستغلال الماء. البخار الناتج في إدارة التربونات التي تستخدم في توليد اللي هي إدارة التربونات التي لتشغيل المولدات التي تستخدم في توليد الكهرباء. طيب في مجال الطب ازاي بتستخدم في مجال الطب؟ بتستخدم الطب في الطب كان زي ايه؟ الطب كان ايه؟ الطب زي اللي هو الجهاز ده اللي عامل زي الدايرة كده. كان ايه اسمه ايه؟ اللي هي أشعة إيه؟ كان أشعة جاما؟ أشعة تشغيل جاما، تشخيص وعلاج بعض تشخيص الأمراض أمراض. كالسرطان. تشخيص وعلاج بعض الأمراض كالسرطان. طب في مجال الزراعة بتستخدم إزاي؟ الزراعة كانت النووية اللي كنت فاكر. الزراعة كانت شعري
ازاي مش فاكر، مش فاكر الزراعة الصينية. القضاء على الآفات وتحسين سلالات بعض النباتات. طيب القضاء على ايه؟ فسفسات الفضاء القضاء تحسين السلالات النباتات والقضاء على الآفات الزراعية. طيب في مجال تمام. استكشاف الفضاء، استكشاف الفضاء كان اللي هو الوقود بتاع الطيران أو تستخدم بعض المواد الصواريخ. المتاحة كوقود للصواريخ التي تستخدم في التي تجو الفضاء وتسافر أو تنتقل إلى القمر. طيب إحنا هنكمل، قلنا إن أنا عندي وحدة الإشعاع المنتصف تقاس بإيه؟ وحدة الإشعاع الإيه؟ المنتص السفرت؟ السفرت. طيب الجرعة الآمنة للعاملين في القطاع في العام الواحد قد ايه؟ لا تتجاوز كام سفر؟ 20 ملي سفرت، طب وباقي الجمهور 1 ملي سفرت. اللي عم تتوقف عليها الجرعة الآمنة الفعالة للبشر، ايه أو ايه الجرعة اللي عم تتوقف عليها الجرعة الآمنة الفعالة من كمية الإشعاعات اللي بيتعرض لها الشخص. اللي هي 1 ملي. العوامل اللي بتتوقف عليها الجرعة الآمنة الفعالة اللي بيتعرض ليها الشخص من الإشعاعات. عمر الشخص والفترة الزمنية اللي بيتعرض ليه فيها، وإيه كمان كان في حاجة تالتة. كان إيه ايه هو الجزء اللي بيقابل الإشعاع في جسمه؟ الجزء ايه ده؟ المعرض للإشعاع. الجزء المعرض. يقول احتمال الدرس الأخير عندك في المنهج يتلغي. ايه؟ بيقول احتمال الجزء الأخير عندك في المنهج يتلغي. يا ميس انا مش عام، انا ازهر، فممكن لا ما اعرفش. لو انت حضرتك هيتلغى انا ايه؟ هعرف. جدولك نزل؟ ايه؟ جدولك نزل؟ ايوه انت 15. 15/5؟ لا 4. لا انت حضرتك انت خمستاشر حضرتك خمسة خمسة تمام. خمسة بس إلا 4 إزاي؟ طيب هناخد تأثير التلوث الإشعاعي. قلنا يعني إيه التلوث الإشعاعي وزيادة كمية الإشعاعات ونوعيتها في البيئة. قلنا مصادر طبيعية زي الأشعة الكونية الصادرة من الفضاء الخارجي، ومصادر طبيعية أيضا زي العناصر المشعة الموجودة على سطح الأرض، دي بيخرج منها إشعاعات ودي الإنسان ملوش تدخل فيها. في عندي مصادر صناعية اللي هي تجارب تفجير القنابل النووية والنفايات المشعة، وخدنا أمثلة على المفاعلات النووية زي مفاعل تشيرنوبل. طيب هناخد النهاردة تأثير التلوث الإشعاعي على الإنسان. طيب أنا عندي التأثيرات دي يا محمود بتختلف باختلاف كميتها، كمية التأثيرات دي أو كمية الإشعاعات دي وزمن التعرض لها، حيث أن أنا عندي بتنقسم لنوعين: تأثيرات ناتجة عن التعرض لجرعة إشعاعية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، جرعة إشعاعية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، أو التأثيرات ناتجة عن التعرض لجرعة إشعاعية صغيرة خلال فترة زمنية طويلة. يبقى أنا عندي هنا تأثير التلوث الإشعاعي على الإنسان، بتختلف تأثيرات الإشعاعات دي باختلاف كميتها اللي هي كمية الإشعاعات وزمن التعرض لها، بتنقسم لنوعين: تأثيرات ناتجة عن التعرض لجرعة إشعاعية كبيرة خلال فترة زمنية صغيرة أو قصيرة. ثواني. تمام. وتأثيرات ناتجة عن التعرض لجرعة إشعاعية صغيرة خلال فترة زمنية طويلة.
طيب نبدأ بأول حاجة اللي هي تأثيرات الناتجة عن التعرض لجرعة إشعاعية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. هاجي أقول لك ماذا يحدث عند تعرض الجسم لجرعة إشعاعية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. ده بيؤدي إلى تدمير الطحال والجهاز الهضمي والجهاز العصبي المركزي ونخاع العظام، وهنعرف إن نخاع العظام ده هو أول ما يتأثر بالإشعاع النووي. طب نخاع العظام ده هي محمول مسؤول عن تكوين خلايا الدم الحمراء أو خلايا الدم، فده بالتالي لما نخاع العظام يتم تدميره ده هيؤدي إلى نقص كرات الدم في الجسم، ومن النتائج المترتبة على ذلك لما يقل عدد كرات الدم الموجودة في الجسم الشخص هيشعر بالإعياء، ويكون في عنده التهابات في أماكن متفرقة من الجسم زي الحنجرة والجهاز التنفسي وحدوث غثيان ودوار وإسهال. يبقى يجي يقول لك ما النتائج المترتبة على التعرض لجرعة إشعاعية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. ده يؤدي إلى تدمير الطحال والجهاز الهضمي والجهاز العصبي المركزي ونخاع العظام. نخاع العظام ده وظيفته إيه؟ مسؤول عن تكوين خلايا الدم، فلما نخاع العظام يتدمر إيه اللي يحصل له؟ إيه اللي هيحصل؟ هيؤدي إلى نقص كرات الدم الحمراء، لأن نخاع العظام ده هو المسؤول عن تكوين خلايا الدم. فلما يقل كرات الدم الحمراء إيه اللي هيحصل؟ الشخص هيشعر بالإعياء، ويكون في عنده التهابات متنوعة في مثلا أو في أماكن متفرقة زي الحنجرة والجهاز التنفسي وحدوث غثيان ودوار وإسهال. هيجي يقول لك ما النتائج المترتبة على نقص عدد كرات الدم الحمراء في الجسم. تقول الشعور بالإعياء، حدوث التهابات متنوعة بأماكن متفرقة من الجسم، حدوث غثيان ودوار وإجماع وإسهال. طيب أول ما يتأثر بالإشعاع هو نخاع العظام. هيجي يقول لك ما النتائج المترتبة على تدمير نخاع العظام، يؤدي إلى نقص كرات الدم الحمراء في الجسم. هيقول لك علل نقص كرات الدم الحمراء في الجسم بسبب تدمير نخاع العظام المسؤول عن تكوين خلايا الدم. ده بالنسبة للتأثيرات الناتجة عن التعرض لجرعة إشعاعية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. تعالى بقى التعرض لجرعة إشعاعية صغيرة خلال فترة زمنية طويلة. طيب هناخد التأثيرات الناتجة عن التعرض لجرعة إشعاعية صغيرة خلال فترة زمنية طويلة. طيب أنا عندي محمود في تأثيرات بدنية وفي تأثيرات وراثية وفي تأثيرات خلوية. طيب يعني أنا عندك هتتعرض لجرعة إشعاعية صغيرة خلال إيه؟ فترة زمنية طويلة مثلا عدة أشهر أو أعوام. ده هيؤدي لحدوث تأثيرات بدنية اللي هي على جسم الشخص، في تأثيرات وراثية وفي تأثيرات خلوية. تأثيرات بدنية زي إيه؟ زي مثلا التغيرات اللي بتطرق أو بتحدث على جسم الكائن الحي اللي هي السرطان الجلد. دي عندك بسبب التعرض للإشعاع، يبقى دي تأثيرات بدنية بتطرق على جسم الشخص. في عندي تأثيرات وراثية زي التغير اللي بيحدث في ترتيب الكروموسوم الجنسي للآباء، فده بيؤدي إلى ولادة أطفال غير عاديين أو مشوهين. يعني مثلا عندك ده إيد للشخص لطفل مشوه، مثلا الطفل بدل ما يولد المفروض بدل ما يكون عنده 5 أصابع يكون عنده 4 أصابع، هكذا. اسمها أطفال غير عادية أو أطفال مشوهة خلقيا. فأنا عندي هنا أو تشوهات خلقية. طيب يبقى أنا عندي دي تأثيرات وراثية بسبب إيه؟ تغير في تركيب الكروموسوم الجنسي للآباء، وده النتائج اللي بترتب عليه ولادة أطفال غير عاديين. في عندي تأثيرات خلوية، دي تأثيرات بتحدث في تركيب الخلايا أو تغيرات بتحدث في تركيب الخلايا، وبالتالي ممكن الخلايا تتدمر إذا تم التعرض لجرعة هائلة من الإشعاع. يعني أنا عندي الخلية، ممكن الخلية ممكن يحصل لها تدمير لو الشخص تعرض لجرعة إشعاعية كبيرة. زي إيه مثلا؟ زي عندك مثلا التغير التركيب الكيميائي لهيموجلوبين الدم. المفروض الهيموجلوبين ده محمود وظيفته إن هو بيحمل ليه الأكسجين ويوزعه على جميع خلايا الجسم. فأنا عندي لما التركيب الكيميائي لهيموجلوبين الدم يتغير، في الحالة دي الخلايا مش هيوصل لها أكسجين، مفيش حاجة هيوصل لها، ما الهيموجلوبين هو اللي كان بيوصل له، بيوصل لها بيوصل للخلايا الأكسجين. طب مفيش أكسجين بيوصل لها، فالخلايا ممكن تتدمر. اللي هو يصبح الهيموجلوبين غير قادر على حمل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم، مما يؤدي إلى تدمير. يبقى ده نتيجة التعرض لتأثيرات خلوية للإشعاع النووي، ده بيؤدي لحدوث تغير في تركيب الخلايا ممكن بقى يعرضها للتدمير. طيب النتيجة ايه؟ تعرضها لجرعة إشعاعية كبيرة. زي ايه؟ زي تغير التركيب الكيميائي لهيموجلوبين الدم. ايه اللي هيحصل؟ هيصبح الهيموجلوبين غير قادر على حمل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم، مما يؤدي إلى تدمير الايه؟ الخلايا. طيب تعالى بقى ناخد آخر حاجة عندنا اللي هي طرق الوقاية من التلوث الإشعاعي.
قولي أول حاجة، الفيزياء المتعاملين مع المواد المشعة بالمعامل والمستشفيات قفازات وملابس خاصة. إن أنا عندي اللي عاملين في مجال الإشعاع اللي بيتعاملوا مع المواد المشعة أو مع عناصر مشعة سواء في المستشفيات أو في المعامل، ضروري إنهم يرتدوا قفازات وملابس خاصة، دي عشان يحموا نفسهم من الإشعاع النووي، للوقاية من الإشعاع النووي. طيب إيه عندي حاجة أو تاني طريقة، وضع قوانين خاصة تلزم المحطات النووية بتبريد المياه الساخنة الناتجة عن تبريد المفاعلات النووية قبل إلقاءها في البحار والبحيرات. طيب أنا عندي يا محمود المفاعلات النووية دي بيحصل فيها تفاعلات نووية، التفاعلات النووية دي بينتج عنها حرارة، فبيستخدموا المية عشان يبردوا ليها المفاعلات النووية دي، فبتصبح المية دي ساخنة، فبيروحوا يسربوها في البحار والبحيرات، فده بيؤدي إلى موت الأسماك. فهو بيقولوا لي لازم يتم وضع قوانين خاصة تجبر المحطات النووية إنها تبرد المية الساخنة دي قبل ما إيه تلقيها في البحار والمحيطات. طيب تالت وقاية أو تالت طريقة، دفن النفايات النووية دي تبعا لقوة الإشعاع الصادر منها. يعني إيه؟ يعني أنا أدفن النفايات، أول حاجة لو أنا عندي النفايات دي ذات إشعاعات ضعيفة ومتوسطة، يعني النفايات اللي معانا دي فيها كمية إشعاعات ضعيفة ومتوسطة يعني كمية قليلة، ندفنها في باطن الأرض محاطة بالصخور والأسمنت. طب لو فيها كمية إشعاعات قوية ذات إشعاعات قوية، بندفنها على أعماق كبيرة في باطن الأرض، على أعماق أكبر في باطن الأرض. يبقى تالت خطوة دفن النفايات تبع عن إيه لقوة الإشعاعات الصادرة. طيب رابع حاجة، مراعاة الشروط دي عند دفن النفايات. لما نيجي ندفن النفايات، أول حاجة لازم ندفنها بعيدة عن مجرى المياه، لأن أنا عندي المية دي مجرى المياه الجوفية، لأن المية دي ممكن تتعرض للتلوث الإشعاعي، إشعاعات بعيدة عن المناطق المعرضة للزلازل. لابد لازم نختار الأماكن اللي إحنا هندفن فيها الإشعاعات دي، نختار أماكن مستقرة مش معرضة للزلزال، لأن لما الزلزال يجي ينفجر يا محمود الإشعاعات دي هتخرج على سطح الأرض. فقال لك أهو، حتى لا تنتشر النفايات المشعة في البيئة المحيطة بفعل الهزات الأرضية. يبقى دي تاني طرق الوقاية من التلوث الإشعاعي، ارتداء المتعاملين مع المواد المشعة قفازات وملابس خاصة، وضع قوانين خاصة تلزم المحطات النووية بتبريد المياه الساخنة الناتجة عن تبريد المفاعلات النووية، دفن النفايات النووية تبعا لقوة الإشعاع الصادر منها، النفايات يتم دفنها بعيدا عن مجرى المياه وبعيدا عن المناطق المعرضة للزلازل. طيب في عندي عالم اسمه دكتور مصطفى مشرفة، ده عالم مصري، عالم مصري وصفه اينشتاين بان هو من اعظم العلماء في الفيزياء، او من اعظم علماء الفيزياء في العالم. كانت بيقولي كانت له نظريات هامه في مجال الذره والاشعاع، وعلى اساسها بنيت القنبله الذريه. هو الدكتور عالم مصطفى مشرفة ده وضع لي قوانين في الفيزياء في مجال الذره والاشعاع، هما او وضع لي نظريات، استخدموا النظريات دي وعملوا ليا اللي كان القنبلة الذرية، فعلى أساس هذه النظريات بنيت القنبلة الذرية. طب وكمان عرض ليا تطوير صناعة القنبلة الذرية، ونادى بضرورة تسخير الطاقة النووية والإشعاع لخلايا البشرية. هو عارض إن هما جم يطوروا الصناعة القنبلة الذرية، عارض ده وقال إن أنا عندي مفروض الطاقة النووية دي تستخدم لخلايا البشرية، تستخدم بطريقة سلمية يعني. طيب كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا يا محمود، في حاجة مش مفهومة في الدرس أو عايز نعيد لك حاجة؟ لا لا تمام. طيب هات أسئلة الكتاب المدرسي يلا نحل. تمام. ايه رأي، يلا اختار. في الإجابة الصحيحة، اكتشفت ظاهرة النشاط الإشعاعي بواسطة العالم بكوريل بكوريل ولا أمبير؟ بكوريل بكوريل بكوريل. سؤال اتنين، ترجع تأثير نقط الإشعاع إلى تغيير تركيب الكروموسومات الجنسية الآباء البدنية الوراثية. الوراثية. يجب إلي
ألا يزيد مقدار ما يتعرض له المتعاملين مع المواد المشعة من الإشعاع 5-28 من العناصر غير المشعة: الروديوم، اليورانيوم، الحديد، الحديد صح. وحدة قياس الإشعاع الممتص هي كورو سيفرت. سفرد صح. فعلى ما يأتي يجب أن تكون المنطقة المختارة لحفظ النفايات المشعة مستقرة لكي لا تختلط بالبيئة. بص، لكي لا تتسرب إلى البيئة عند حدوث هزات أرضية. الزلزال، التعرض لإشعاع له تأثير وراثي. ليه كده؟ ليه؟ علل التعرض للإشعاع له تأثيرات وراثية، لأنه بيؤدي لتغير في تركيب إيه؟ الوراثي يؤدي إلى تغير في تركيب الكروموسومات، مما يؤدي إلى الكروموسومات الجنسية للآباء، مما يؤدي إلى ولادة أطفال غير عاديين. بعض وقوع حوادث انفجار مفاعلات تشيرنوبل، اكتشف نظائر مشعة في الأطعمة. ازاي يعني؟ مش فاهم السؤال. بعد وقوع حادثة انفجار مفاعل تشيرنوبل، اكتشفت نظائر مشعة في الأطعمة. بسبب الأطعمة دي وصل لها النظائر دي ازاي؟ شكرا. ازاي؟ الو، بسبب انتقال النظائر المشعة إلى الإشعاعات دي إلى النباتات، إلى الأرض، ثم إلى النباتات، ثم إلى النباتات والأعشاب، ثم إلى البقر، الحيوانات، وأصبحت لحومها حيوان وألبانها متلوثة لحومها وألبانها ملوثة بالإشعاع، بالإشعاعات دي. طيب، تمام. يبقى أنا عندي الإشعاعات دي وصلت للأطعمة إزاي؟ عن طريق سقوط الأمطار، فانتقلت هذه الإشعاعات إلى النباتات فأصبحت ملوثة بالإشعاعات أو بالنظائر المشعة دي، وكذلك أصبحت الحيوانات التي تتغذى على الأعشاب دي أصبحت ملوثة بالإشعاعات، فأصبح لحومها وألبانها ملوث بالإشعاعات. علل لنشاط الإشعاع مصادر طبيعية وأخرى صناعية. طبيعية زي إيه؟ صناعية زي إيه؟ طبيعية زي ثاني مصادر طبيعية كانت زي الطبيعية كانت زي زي ايه؟ زي الإشاعات الصادرة من الفضاء الخارجي، زي العناصر المشعة الموجودة على سطح الأرض، أو الإشاعات التي تنبعث من بعض العناصر المشعة الموجودة على سطح الأرض. وصناعية زي المفاعلات أو الإشاعات التي تخرج من المفاعلات النووية أو من الإيه القنابل الذرية، الإشاعات التي تنبعث من القنابل الذرية أو المفاعلات النووية زي مفاعل تشيرنوبل. يطلق على بعض العناصر اسم العناصر المشعة. السيزيوم والراديوم وكده.
ليه بقى بيطلق عليهم عناصر مشعة؟ عشان عدد بها عدد من ايه؟ عشان النواة ذراتها بتحتوي النواة ذراتها على عدد من النيوترونات بيزيد عن العدد اللازم لاستقرارها. صح، يلا ارتب المصطلح. طب المصطلح عملية ايه عملية التحول؟ تحول تلقائي للنواة ذرات بعض العناصر المشعة بوجود في الطبيعة كمحاولة للوصول الوصول إلى إلى تركيب أكثر استقرارا. الإشعاع عملية الصناعي. ظهرت النشاط الإشعاعي. ذرات النشاط الإشعاعي. اتنين، يلا. اتنين، الإشعاع أو الطاقة النووية المنطلقة أثناء التفاعلات النووية التي يمكن التحكم فيها وتجري بالمفاعلات النووية. الإشعاع الصناعي، تمام. ثلاثة، التغيرات التي تطرق تطرأ على جسم الكائن الحي ذات نتيجة التعرض للإشعاع النووي. تطرق على الجسم، يبقى دي تأثيرات ايه؟ تطرأ سين إيه؟ التغيرات التي كانت دي تأثيرات بدنية ولا خلوية ولا وراثية؟ ثانية، دي وراثية. لا، بقول لك تطرق على جسم الكائن الحي. جسم، اسمه ايه ده؟ الجسم يعني اللي هو جلد وكده من بره، يبقى وراثية ولا بدنية ولا خلوية؟ بدنية. بدنية. وحدة القياس الأشعة الممتص. لا، كانت ايه؟ السبريت. سبريت. السفر. هات يلا اكتب المصطلح. قول. برضو القوة اللازمة لربط مكونات النواة ببعضها والتغلب على قوة التنافر الموجودة بين البروتونات. كانت دي أول حاجة، كانت ثانية البروتونات، قوة التنافر الموجودة بين البروتونات موجبة الشحنة، اسمها قوة ايه؟ كانت الترابط النووي، قوة الترابط النووي. اتنين، العناصر التي يحدث في النواة ذرتها تحول تلقائي للوصول إلى تركيب أكثر استقرارا. كانت النشاط الإشعاعي، ذرات النشاط الإشعاعي. أربعة، تحول تلقائي للنواة ذرتها. استنى استنى، ده انت رقم ثلاثة بيقول لك العناصر اللي بيحدث في أنوية ذرتها تحول تلقائي، دي اسمها العناصر المشعة. العناصر المشعة. قول بقى رقم ثلاثة. ثلاثة بقى اللي هي ظاهرة النشاط الإشعاعي. قول تنافر أربعة. العناصر. اللي فوقها أربعة تلاتة الاستقرار. العناصر المشعة. اتنين العناصر المشعة، اتنين عناصر المشعة، تلاتة ظاهرة النشاط الإشعاعي. قول أربعة. الإشعاع أو الطاقة النووية المنطلقة أثناء التفاعل النووي
التي يمكن التحكم فيها وتجري في المفاعلات النووية. كانت دي اللي هي الإشعاع الصناعي. الإشعاع الصناعي صح. كم مدى ارتفاع كمية الإشعاعات النووية وزيادة نواياتها في البيئة المحيطة بنا؟ ثانية، ارتفاع كمية الإشعاع النووي وزيادة نوعيتها في البيئة المحيطة. يعني هو عاوز مني ايه هنا؟ مش فاهم غريب، ايه تعريف ايه؟ عايز ايه؟ المصطلح، عايز المصطلح ده تعريف ايه؟ ده تعريف الوقاية. تلوث الإشعاعي، تلوث الإشعاعي كده. 6، زيادة كمية الإشعاع النووي في البيئة عن الحد الأقصى للأمان الذي يستطيع أن يتحملها الإنسان. زيادة سنة كمية الإشعاع النووي. زيادة زادت كمية الإشعاع النووي في البيئة عن الحد الأقصى الآمن الذي يستطيع أن يتحمله الإنسان. التلوث ممكن الإشعاعي ولا تلوث الإشعاع. الوحدة الدولية لقياس الإشعاع المنتصب وسيلة الجسم البشري. ايه؟ ثانية، معلش ثانية. الوحدة الدولية لقياس الإشعاع المنتصب بواسطة الجسم البشري. إيه لسه خلينا، كانت سفرت سفرت. التغيرات التي تطرأ على جسم الكائن الحي نتيجة التعرض للإشعاعات النووية. ايه اللي بيحصل على جسم الانسان يعني؟ اسمها تأثيرات ايه؟ إيه؟ بدنية وراثية ولا بدنية بس؟ دي بدنية. بدنية، أكمل يلا، واحدة في أول واحدة فاكرة. تعتبر قوة نقط المصدر الذي تستمد من الذرة قوتها الهائلة. تعتبر قوة ايه؟ كان قوة الترابط. قوة الترابط النووي من أمثلة العناصر المشعة. نقط ونقط. مثلا البولانيوم والراديوم واليورانيوم برضه. ماشي. تستخدم نقط الناتجة من المفاعلات النووية في تسخين الماء حتى الغليان. ناتجة ثانية، استخدم المياه. تستخدم الطاقة الحرارية، الطاقة الحرارية ناتجة من الانفعالات النووية، تسخين الماء حتى الغليان، واستخدام بخار الماء الناتج في إدارة إيه؟ المولدات. تدوير إيه؟ لا، التربونات لتوليد الكهرباء. تدار الصواريخ التي تصل إلى القمر وتجوب نار بواسطة نار، تجوب إيه؟ ثانية، تدار الصواريخ التي تصل إلى القمر تجوب الفضاء بواسطة مواد مشعة. مواد مواد مشعة. مشعة بتساعد على الانقراض بسرعة. تستخدم الطاقة النووية في مجال الزراعة في ايه؟ نقط ونقط. استخدم الطاقة النووية في مجال الزراعة. في الزراعة كانت في القضاء على
واستكشاف اللي هو عناصر جديدة. لا، في القضاء على الآفات وتحسين سلالات النبات. في القضاء على الآفات وتحسين سلالات النبات. تنقسم مصادر التلوث الإشعاعي نوعين، هما نوع يمكن التحكم فيه ولا يمكن التحكم فيه؟ لا، تدل نشاط الإشعاع الصناعي وقسم يمكن التحكم فيه، يمكن التحكم فيه. لكن مصادر التلوث الإشعاعي مصادر طبيعية ومصادر صناعية. تعتبر الأشعة الكونية من مصادر التلوث الإشعاعي، نقط طبيعية ولا صناعية؟ سنة تعتبر الإشعاع الكوني من مصادر التلوث الإشعاعي تانية تعتبر طبيعية. تمام. الحد الأكثر للجرعة الآمنة للعاملين في مجال الإشعاع هو نقط في العامل واحد. 20 مللي سيفرت. التعرض للإشعاع بجرعتها إلى يدمر نخاع العظام ونقط 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 والجهاز العصبي المركزي. نخاع العظام الجهاز والجهاز وكده، الهضمي هو كتب لك الجهاز العصبي، العصبي المركزي. والتأثير البدني والتأثير الوراثي والتأثير نخاع الخلوي. العظام والطحال والجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي. يؤدي التعرض لجرعات إشعاعية صغيرة لفترة زمنية طويلة إلى تأثيرات نقط وغاز وخلوية. ثانية التعرض الإشعاعي بالجرعات إلى يدمر يؤدي التعرض لجرعات إشعاعية صغيرة لفترة زمنية طويلة إلى ظهور تأثير تأثير اللي هو معالج بيعالج تأثيرات بدنية، تأثيرات وراثية، وتأثيرات خلوية. هنخلص السؤال ده ومش هنكمل، هنكمل حل الحصة الجاية لما أكون ذاكرت الدرس. من التأثيرات الخلوية للإشعاع حدوث تغير في النقط كتغير تركيب الكيمياء النقط. التأثيرات الوراثية. من التأثيرات الخلوية للإشعاع حدوث تغير في تركيب أو في تغير في الخلايا كالتغير في التركيب الكيميائي لهيموجلوبين الدم. تدفن النفايات ذات الإشعاعات الضعيفة والمتوسطة في باطن الأرض محاطة بنقط بفوق من نقط ونقط. تدفن النفايات ذات الإشعاع الضعيفة ومتوسطة باطن الأرض محاطة بالطبقات من طبقات من الصخور والأسمنت، طبقة من الصخور أو الأسمنت. تدفن النفايات المشعة بعيدا تماما عن مجرى نقط. مجرى ال اسمه ده ثانية مجرى كان مجرى اللي هو الزلزالات دي. مجرى المياه الجوفية أو عن المناطق المعرضة لحدوث الزلزال. وصف العالم نقط العالم المصري بأنه من أعظم علماء الفيزياء في العالم. ادفن النفايات المشعة بعيد تمام عن المجرى عن مجرى عن مجرى المياه أو
احنا في رقم 14، ما احنا قلنا رقم 13 دي تدفن النفايات المشعة بعيدا عن مجرى المياه الجوفية وعن المناطق المعرضة لحدوث الزلزال. احنا في رقم 14. وصف العالم المصري نوط بأنه من أعظم علماء الفيزياء في العالم. العالم وصف العالم اسمه ده ثانية أينشتاين. أينشتاين الدكتور علي مصطفى مشرف مشرفة. طيب مشرف هتذاكر ليا الدرس كله وهتاخد ليا واجب سؤال 3 اللي هو من استخدم المستقبل ده. تمام. في حاجة تاني؟ ورقم ألو 101 سؤال 11، وعلم على الواجب عندك عشان ما تسبنجيش تسألني انا واجبي ايه يا مس، او هبص انا هقوله لك على الجروب اهو عشان انا اكيد مش هحفظ واجب كل واحد لان انا بدي غيرك. فاقول لك اهو ثواني، صفحة 186 86. وصفحة 186 سؤال كم عندك ده؟ 186 سؤال 3 3. و191 السؤال كان صفحة كام؟ 191 اه مالنا تاني ده سؤال كام؟ من النتائج المتاحة 11 سؤال 11. انا بعتهم لك اهو على الواجب مع مذاكرة الدرس كامل، ده المطلوب منك الحصة الجاية. أكيد إحنا هنرجع تقريبا بعد العيد، تمام؟ تكون مذاكر تمام. الدرس. إحنا فاضل لنا درس بتاع مندل اللي هو النبات، ودرس أخير صغير كده الله أعلم بقى هيبقى ملغي ولا لأ. تمام، طب يا ميس احنا هناخد التلات ده ولا لا؟ أنا على ما أظن تقريبا لأ، تمام. بس دلوقتي هيبقى الوقفة هناخد بالليل بعد تقريبا. لا تمام. كويس في عندك أي ماشي. سؤال أو في حاجة في حاجة مطلوبة يعني عايز لا تفهم لا مفهومة؟ لا لا ماشي تمام يا بطل، مع السلامة. شكرا. مع السلامة.